طبعا جلسة الرتوش زي ما هو معلوم لحضراتكم بتكون بعد 10 ل 14 يوم من عمل الجلسة، بعد مرور من 10 أيام ل 14 يوم من عمل جلسة الليزر. طبعا جلسة الرتوش غير ضرورية بالمرة إذا ما تمت جلسة الليزر في الجلسة الرئيسية والنرس مرت على كل الأماكن الموجودة بالجسم. أما إذا كان في بعض البقع موجودة في الجسم وبعض الأماكن لم يمر عليها الليزر، وإذا وجدت حضرتك إن في بعض الأماكن من الشعر لسه موجودة، فيفضل المكان ده هو المكان الوحيد اللي إحنا نعمل له جلسة رتوش للليزر. أما إن إحنا نعمل جلسة إعادة تانية للجسم كامل بعد عمل جلسة تقريبا في مدة لا تتراوح 10 أيام، فده جدا جدا خطأ، وده بيسبب التهابات ويسبب حروق في الجلد. فياريت بس جلسة الرتوش تكون مقتصرة على الأجزاء من الجسم التي لم يصل إليها الليزر. حبيت أنوه على المنطقة دي لأن ده أكتر يعني صراحة خطأ بنشوفه كتير جدا، لأن في بعض المراجعين بيظنهم إن هما لو خد جلسة الليزر الرئيسية وعمل جلسة الرتوش ده هيديهم نتيجة مضاعفة وده هيقلل عدد الجلسات. لا، هو عدد الجلسات ثابت تقريبا في السيدات من 6 ل 8 جلسات، وعند الرجال بيكون عدد الجلسات تقريبا 8 جلسات لكل منطقة يفضل نعمل فيها الليزر. الأمر الثاني إن مش هتدي نتيجة مضاعفة، بل بالعكس مرور الليزر مرتين في الشهر على منطقة واحدة ده ممكن يسبب التهابات أو يسبب لا قدر الله حروق في المنطقة، فيفضل جعل جلسة الرتوش بس للمنطقة التي لم يصل إليها الليزر أثناء الجلسة الرئيسية. وتحياتي لحضراتكم، ودايما موفقين إن شاء الله وسعداء معانا. كان معاكم دكتور محمد صلاح، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بمركز مالين الاستشاري. تحياتي لحضراتكم.